ملعب المباراة ملعب المحلة مع زميلنا أسامة العقدة، نعرف منه كده آخر أخبار الفرقتين، كتيبة أحمد عبد الرؤوف وكتيبة عيد مرزي. يا أسامة مساء الفل. مساء الفل عليك الزميل العزيز كريم خطاب وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، من استاد غزل للمحله قلعه الصناعه المصريه والكواليس واخبار بلديه المحله والداخليه ضمن مباريات الجوله 24. نادي بلديه المحله اللي بيسعى لفوز والعوده للانتصارات اللي غابت عن الفريق في اخر خمس مباريات لفريق بلديه المحله، نال الفريق فيها الهزيمه جميعا، ورغم ان الفريق خسر في اخر خمس مباريات الا ان الاداء كان بيتدرج للاحسن خلال المباريات السابقه. يمكن مجلس اداره بلديه المحله قرر صرف مكافآت خاصه في مباراه اليوم في حاله الفوز، والكل شايف ان هي مباراه تعتبر مباراه الفرصه الاخيره للفريق لمحاوله الابتعاد عن شبح الهبوط. يمكن الفريق عنده غيابات النهارده، احمد رضا باك ليفت الفريق اللي بيغيب عن اللقاء بسبب حصوله على ثلاث انذارات، الى جانب الاصابات الطويله زي عبد الله جمعه واسلام الميزاني. يمكن الفريق خاض تدريبه الاخير بالامس في الساعه 4 عصرا، هو نفس موعد اللقاء. يمكن على الجانب الاخر والنادي الداخليه اللي استعد للمباراه عقب التعادل في المباراه السابقه امام الجونه، وكابتن عيد مرزي عبر عن سعادته بالتعادل واتكلم مع اللاعبين على ضروره ان تكون هذه المباراه هي نقطه الانطلاقه الحقيقيه لمحاوله الحاق اخر فرص الفريق في الابتعاد عن الهبوط. يمكن الفريق خاض مباراه وديه امام فريق النصر القاهري انتهت بالفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وقف من خلالها الكابتن عيد مرزي على يعني اخر استعدادات الفريق لمباراه النهارده واخر يعني تشكيل هيخوض به الفريق في مباراه النهارده. يمكن الفريق عنده غيابات في مباراه النهارده، الان كيان مبادي وعلي الزهدي اللي بيغيب للاصابه، ومحمد اشرف مرزي اللي بيغيب بسبب اداء امتحانات اخر العام. على يعني لو هنتكلم على الطقس، درجه حراره شديده جدا هنا في ملعب اللقاء بتوصل ل 39 درجه مئويه، وممكن درجه الحراره تاثر شويه على اداء اللاعبين خلال الشوط الاول، وبعد كده ممكن يحصل انكسار في الموجه الحاره ونشوف اداء اقوى في الشوط الثاني. يمكن دي كواليسنا واخبارنا من استاد غزل المحله. الان عوده ليك الزميل العزيز كريم خطاب، تفضل.